اجتمع قادة العالم افتراضيا في قمة الرياض 2020 لمعالجة القضايا العالمية الملحة، والذي يتم انعقاده لأول مرة في بلد عربي تحت شعار اغتنام فرص القرن 21 للجميع. وتلتزم الرئاسة السعودية لمجموعة 20 بقيادة الجهود المشتركة لبناء نمو وتعافي شامل وقوي ومستدام، وهو ما لا يمكن إتمامه إلا بمعالجة الفروقات ودعم الشعوب الضعيفة، محققين بذلك الفرص للجميع ومخولينهم للحصول على الخدمات الأساسية للتنمية. لقد عجلت الجائحة بضرورة تحقيق هذه الأهداف، واقتضت استجابة سريعة للحفاظ على الأرواح مع ضمان مستقبل أفضل للجميع في آن واحد. وقادت مجموعة 20 الجهود في مواجهة جائحة كورونا، واتخذت إجراءات سريعة وغير مسبوقة بالمساهمة بما يزيد على 21 مليار دولار أمريكي في بداية الأزمة لدعم النظام الصحي وإيجاد اللقاح، وبتوفير ما يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي كإعفاء ديون عن الدول النامية، وضخ 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي والأرواح وسبل العيش للجميع. وتستمر الأجندة في اليوم الأحد الساعة 3:30 مساء حسب التوقيت المحلي بفعالية مصاحبة حول حماية كوكب الأرض، يتبعها نقاش القادة عند الساعة 4 مساء بتوقيت المملكة، والذي يدور حول التعافي بشكل أقوى من خلال وضع المعايير لبناء لدوام التعافي. وستقيم القيادة السعودية مؤتمرا صحفيا في تمام 7 مساء لإحاطة العالم عن النتائج الرئيسية للقمة. لصحيفة اليوم محمد بن مشهور.